اهلا وسهلا، انا الشيف زياد داود من فندق رافلز مكة بلس. اليوم راح نعمل طبق ايطالي، هو عبارة عن السي فود روزيتو على الطريقة الايطالية. فهون في شوية انجريدينز بحب اوريكم اياها. الروزيتو الايطالي بهالشكل وهو دراي ولسه مش معمول فيه اشي طبعا، بهالشكل وهو نص سلقة عشان نعمل له فينيشينج مع السي فود والفيش ستوك. طبعا اللون اللي احنا بدنا اياه بهالشكل اللي هو مع الزعفران، اللي هو لما قبل ما نشيله من المقلاة بالسلق منضيف له اللي هو الزعفران، شوية زعفران عشان يعطينا اللون الجميل هذا. طبعا السي فود ريزوتو اللي بياكلوا بإيطاليا عادة بيعملوه بدون فريش كريم، بيعملوه أو كريمة الطبخ، بيعملوه مع الفيش ستوك بس. في بلادنا هون أنا شخصيا كشيف بفضل أضيف له الكريم عشان أخفف من حدة الفيش تيست أو نكهة السمك القوية. خلينا نبلش مع بعض بعمل السي فود روزيتو. أوكي، بنحط قليل من الزبدة طبعا، زبدة شوية زيت زيتون أو زيت قلي زي ما بتحب. Very nice. بصل، وثوم، ومنقليه مع بعض شوية بهالطريقة. طبعا بعد هيك بدنا نحط اللي هو الكلاماري، قليل من الكلاماري. ثم سمك الهامور، سمك هامور. طبعا لما نحكي سي فود روزيتو براحتك اي نوع سمك بدك تستخدمه، ممكن تستخدم نوع واحد وممكن تستخدم 10 انواع. وبدنا نحط المسل بهالطريقة طبعا بعد ما نظفنا الشل تاعه. طبعا كل نوع سمك عمالنا بنحطه في المقلاة بيعطينا رائحة جميلة جدا. ثم بنحط شريمز اللي هو روبيان. طبعا عندنا في منطقة الخليج انواع سمك جميلة جدا. طبعا اخيرا بنحط سي سكالوب. حطينا السي سكالوب، صار عندنا 5 انواع من السي فود. طبعا بنخليهم لمدة نص دقيقة. عندنا المقلاة حامية، عندنا انواع السمك اللي حطيناها السي فود، كلاماري، هامور، سي سكالوب، أصبح شبه جاهز. الآن منضيف الفيش ستوك. ضفنا معيار على الكمية اللي انتم شايفينها، كاسة مي أو كاسة وشوي مي، اللي هو ستوك السمك أو الماء المغلي مع السمك وعظم السمك وخلافه. الآن طبعا منحط الروزيتو زي ما حكينا اللي هو مطبوخ نص طبخة، نعمل له عملية فينيشينج أو إنهاءه مع السمك والفيش ستوك زي ما انتم شايفين.
طبعا زي ما حكيت لكم الان بدنا نحط قليل من الكريمه اللي انا بفضلها بعد ما خليناها لمده 3 دقائق إلى 4 دقائق مع الفيش ستوك والسمك. طبعا ضفت شويه كريمه عشان نعطيه نكهه لذيذه. طبعا قليل من الملح والفلفل طبعا حسب الرغبه. طبعا ممكن نكون بحاجه نضيف له شويه كريمه كمان. طبعا زي ما انتم ملاحظين كيف الوان السمك مع لون الرز جميل. طبعا وهذا من انواع الطعام اللي ما بينشف، لازم يكون شويه جوسي، مش لازم ننشفه كثير. طبعا والان بنضيف له البرمزان تشيز. زي ما حكينا البرمزان تشيز مالحه، لا تكثروا ملح عشان البرمزان تشيز مالحه. الان بدنا نخلي الطبق شويه. وهذه من الاطباق اللي بتكون مش ناشفه كثير. طبعا ممكن نحط له روزماري، ممكن نحط له فرايد توميتوز. وصحتين وعافيه.